المصري مكرم برمضان يحاول التسديد خارج القوس وخطأ والتقاء دفاعي من فراس الأحيان يقدمه حمدي برا. فراس هي صعبة جدا للفريق التونسي، ترجع كرة مستيرية لمروان كشريدي، فراس الأحيان تحت السلة وناجح ناجح في وضعية 1-0 يلقى روحه ناجح وناجح في الضغط. فراس الأحياني عند الكرة يحاول يتوقع تحت السلة ويربح الخطأ، يربح الخطأ على اللاعب رقم 15 ياسر رقاب خرشيد، لاعب رقم 15 في صفوف فريق سبورتينغ. دفاعيا فريق مش جاهز، دفاعيا قاعد يلقى في صعوبات كبيرة. رقم 31 43 31 في رمية حرة أولى ناجحة لفراس الأحياني والثانية ناجحة الأخيرة مع خسارة الهجمات بالنسبة لسبورتينغ. كرة الاتحاد المتابعة وناجحة ناجحة المتابعة من فراس الأحياني 46-41. كيف ما قلنا فريق الاتحاد في الناحية الهجومية مش قاعد ينسق برشا في الأخطاء للاعبي فريق السبورتينغ المصري. كرة للاتحاد الرياضي المنستيري، فراس الأحياني حاول يتوغل تحت السلة ويربح الخطأ، يربح الخطأ لو انه كانت تسجل تكون زوز نقاط ويربح معها البونوس، لكن زوز رمية الأحياني في اللعب تحت 3-3. رمية حرة أولى خاطئة والثانية ناجحة، باقي ترجع كرة للاتحاد الرياضي المنستيري. فراس الأحياني لدانيلو يحاول التسديد قدامه زوز لاعبين، يعطي الكرة لفراس الأحياني، مازالت الكرة للاتحاد المنستيري. أحمد تريمش في وضعية تسديد لكن لا، يعطيها لمروان لغنج، يغير الكرة مروان لفراس الأحياني وناجحة ناجحة، تعديت تقريبا على 5. واقف دفاعيا صحيح يصعب عليك الحلول، لابد تاخذه هو موش متمركز كوميفو، تجب تلقى معه حلول. تريمش اللي كان كاد هو يسجل النقطة في التسديد الأخير، دقيقة و13 ثانية أعلني 56 نقطة للاتحاد والنقطة 57 للاتحاد 4.